وكما كان منتظرا، اليوم تم الإعلان على اللائحة الرسمية اللي غادي تشارك في نهائيات كأس إفريقيا بالكوت ديفوار. جات لائحة المنتخب الوطني اللي كشف عليها المدرب والناخب الوطني وليد الركراكي اليوم الخميس، وكيعلن رسميا عن غياب 11 لاعب تواجدوا مع الفريق الوطني في قطر، وكانوا من بين صناع ملحمات الوصول لدور نصف نهائي لكأس العالم. واللاعبون المونديالون اللي غادي يغيبوا على كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار هم رضا التقناوتي، جواد اليميق، بدر بانون، أشرف داري، عبد الحميد صابيري، إلياس شاعر، يحيى جبران، عبد الرزاق حمد الله، زكريا أبو خلال، وليد شديرة، وأنس الزروري. وكيعود غياب أكثر هؤلاء بسبب تراجع الأداء ديالهم والجاهزية ديالهم، فيما كيغيب بعضهم الآخر للإصابة بحال زكريا أبو خلال. ولكن اللاعبين اللي تراجع المستوى ديالهم بشكل فظيع هو أنس الزروري اللي تراجع المستوى ديالو، مبقاش كيلعب مع الفريق ديالو بيرلي اللي كيلعب في البريمير ليج. زيد على ذلك أشرف داري حتى هو اللي فقد الرسمية ديالو، مبقاش كيلعب مع الفريق ديالو بريست. عبد الحميد الصابيري اللي مشى يلعب في السعودية فريق الفيحاء. إلياس شاعر اللي المستوى ديالو نقص شوية مقارنة مع كيف ما كان في الأول. يحيى جبران حتى هو نقص شوية. عبد الرزاق الحمد لله يعني ماشي نقول نقص، ولكن يعني المدة اللي دوزها كاملة في المنتخب الوطني ما قنع حتى شي واحد صراحة، ما قنع لا المدرب لا الجماهير، هو وليد شتيرة حتى هو ما قنع حتى شي واحد. بالنسبة لأبو خلال، أبو خلال عنده إصابة يعني غادي يغيب المدة ديال تقريبا 6 أشهر، ما غادي يرجع حتى لشهر 3 ولا ممكن نقولوا الموسم ديالو تسالى. تقناوتي غياب المنافسة يعني ما كيلعبش بعد الإصابة، ما لعب حتى شي ماتش وقيل على ما أظن لأنه مشى للمغرب الفاسي. جواد اليميق يعني تألق ديال مدافع المغربي شادي رياض هو اللي منع تواجد اليميق وبدر بانون وشرف داري. أشرف داري اصلا ما كانش عنده حظوظ باش يحضر لانه لم يلعب هذا الموسم. عبد الحميد الصابيري كاين سيباري يعني مستوى عالي جدا هو اللي شد ليه البلاصه. كاين امين حارث يعني مستوى عالي كيقدم مستويات عاليه هو دعوا للبلاصه يعني يستاهلوا. صراحه التشكيله ديال اللي اختار يعني اللائحه يمكن نقول عليها احسن ما كاين في اللاعبين المغاربه هما هادو اللي كاين دابا بدون عاطفه احسن ما كاين. بوفال سفيان بوفال يعني دائما مع المنتخب الوطني كيبهر الجميع يعني ضروري غادي نتسناو منه غادي يبهرنا عاود ثاني هذا العام. شكون اخر؟ عندنا ريتشاردسون يقدم مستويات عاليه مع الفريق ديالو. اذا كنتسناو كاملين ان شاء الله بدايه ديال كاس افريقيا بفارغ الصبر لاننا توحشنا ديك الاجواء نتفرجوا في المنتخب المغربي يعني في مباريات رسميه بحال هكا في مسابقه رسميه، لاننا توحشنا الاجواء ديال كاس العالم خلاتنا كنزدنا بغينا المنتخب الوطني بطريقه هستيريا اكثر. اذا بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي وان شاء الله اللقب يكون مغربي لاننا عندنا لاعبين ويستاهلوا ان لم تساعدنا الظروف. مهم ديروا كان يكون زوين وعلى الاقل نتاهلوا نصف النهايه وغادي يكون مزيان ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب المغربي.